السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بسلسلة السوائل. بدأنا بموضوع الإديمة الجزء الثاني. بالجزء الأول كنا عم نحكي عن موضوع الفلتريشن، وشرحنا بالتفصيل إنه هذا الشيء ما بيصير بالحالات الطبيعية. الريأبزوربشن بيكون معظمه أو كله بيصير عن طريق اللمفاويات، فجزء في الجهاز اللمفاوي أو الأوعية اللمفاوية كثير مهم بموضوع الريأبزوربشن أو عودة امتصاص السوائل. الشيء الطبيعي انه ما ترجع السوائل باتجاه الاورده، هذا الشيء ما بيحدث في الحالات الطبيعيه. البلازما والانترستيشال فلويد والليمف كومبارتمنت بيكونوا سلسله متسلسله من حركه السوائل باتجاه واحد، وعاده ما بتشكل وزمات طوال ما في معاوضه او في تناسب بين حركه السوائل بين البلازما واللمفاويات. لكن مثل ما قلنا، في شيء اسمه اوتو ترانسفيوجن، ترانس كابيلاري ريفيل، هذا الشيء يحدث بحالات الهايبوتنشن، هايبوتنشن او هايبوفوليميا، نقص الحجم او نقص الضغط. الايه بتنعكس، الهيدروستاتيك بريشر ما بيعود كافي للرشح، ما بيعود في رشح ابدا، ويسيطر الانكوتيك بريشر وبيسحب السوائل من الانترستيشن، بيسحب على الاقل نصف لتر. بيتوقف هذا الشيء بعد 30 دقيقه، لانه مثل ما قلت لكم البروتينات بتتجمع بالسب جلايكوكاليكس، وبالتالي ما بيعود في عندي ديفرنس، ما بيعود في عندي فرق بين الانكوتيك بريشر بين الانترستيشن والسب جلايكوكاليكس، وبالتالي بيتوقف حركه، بتتوقف الابزوربشن. اكيد طبعا بتعرفوا انه نحن باجهزه الغسيل بنقدر نسحب سوائل من المرضى. انا شايف مرضى على اجهزه غسيل ممكن ساحب منهم بجلسه واحده 5 لترات، وزنهم كبير وعندهم اوفر فوليوم اوفر لود، تحملوا سحب حوالي 5 لتر بجلسه واحده، ربما 4 ساعات او اكثر. في معدل معين نحن عاده بنحاول ما نتجاوزه بسحب السوائل بالساعه. السبب انه في عندي، انا دائما في عندي ريفيل، في عندي بلازما ريفيل، انا عم اسحب سوائل من انترافاسكولار فوليوم. الانترافاسكولار فوليوم تذكروا انه هو كم حجمه، كان كم حجم الانترافاسكولار فوليوم، وكان 5 لتر. هدول 5 لتر ما كلهم سوائل، هدول في منهم لترين بلود، او عفوا ار بي سيز، كريات حمراء، و3 لتر بلازما. فانا باي لحظه لو انا ما في عندي شيء من هون يرجع للدوران، لو سحبت 3 لتر انا بتتكثف الدم كله، بصير في كله كتله صلبه. بينما اللي عم يصير حقيقه لما عم نعمل نقص حجم نسبي، يصير في عندي ريفيل من البلازما. المعلمية أو البروفيشناليزم إنه أنت تكون كمية السوائل اللي عم تسحبها تعادل كمية السوائل اللي عم يصير فيها ريفيل من الدوران، من الانترستيشن. بس إن كان كمية السوائل اللي عم تسحبها أكثر تجاوزت على أجهزة الغسيل، المرضى بيعرفوا بصير في عندهم مثل أعراض ال بيصير في عندهم بتضايقوا، ربما بيصير في عندهم ألم بالساقين، ربما بيصير في بعضهم بيصير في عنده ألم صدري لو كان في عنده إصابة خناقية، أو بيصير في عنده مثلا تسرع بالنبض. عمليا مرة ثانية، أو هبوط الضغط طبعا أكيد. مرة ثانية إنه أنا لازم حافظ على كمية السوائل اللي عم أسحبها تعادل كمية السوائل اللي عم ترجع. بمعنى آخر، هذا التوازن هو المعلمية بالغسيل. هذه الدراسة بال2019 كانت عم تدرس مرضى الغسيل، هذه البلازما ريفير ريت، لاحظوا انه ممكن يوصل وسطيا حوالي 5 ام ال للكيلو للساعة، 5 ام ال بالكيلو بالساعة هو البلازما ريفير ريت طوال جلسة الغسيل. كل ما زاد الالترا فلتريشن ريت، كل ما زاد البلازما ريفير ريت. فمرة ثانية وسطيا في عندي الريفيل بمرضى الغسيل تقريبا 5 ام ال للكيلو بالساعة. فلو وزن المريض 70 كيلو ضرب 5، حوالي 350 ام ال بالساعة عم نسحب منه. هذا الشيء ممكن يوصل ل 10 ام ال للكيلو للساعة، ممكن يتضاعف. يعني اذا وزنه 700 مثلا، وزنه 70 ممكن اخذ 700 ام ال بالساعة لو كان في عندي ببعض الالترا فلتريشن. ترانس كابيلاري فيل ريت بيعتمد على الانكوتيك بريشر، بيعتمد على الفاسكولار انتجريتي، بيعتمد على البلود بريشر. فلما بصير في عندي كريتيكال إلنس وبيضطروا العناصر الثلاثه، الترانس كابيلاري فيل حيتغير، ما حيكون بنفس الكميه. بمرضى السي ار ار تي اللي هي مرضى الغسيل الكلوي المستمر، لاحظوا انه المورتاليتي عم تزيد كل ما زاد الالترا فلتريشن. اكيد لما بيتجاوز 2.8 ام ال للكيلو بالساعه، في المورتاليتي اكيد حتزيد. هون لو طبقناها بمريض وزنه مثلا 70 ضرب 3 ام ال، يعني وسطيا حيطلع 210 ام ال بالساعه، هذا رقم كبير تسحبه لمريض كريتيكالي ال على جهاز التنفس الصناعي عاده.
انا عاده بنسحب هدول المرضى حسب تحملهم بين 50، اذا كان بيتحملوا بيتجاوز ممكن نوصل لل100، بس اكيد فوق ال100 حكون حذر. ربما بالمراحل الاخيره للعلاج المريض بيكون تحسنت اموره وصار يعني بطور الادرار، خلينا نقول، او بصور انه الترانسلوكيشن بسموه، او عفوا بالتحريك السوائل، بتتحرك السوائل من الانترسيشن للدوران. بهالحالات ربما وما عاد على دواعم الضغط، ربما بهالحاله بقدر اذا كان لسه الكليه معنا شغاله اني اسحب اكثر بجهاز الغسيل. هلا خليني بقى نحكي عن فكره ثانيه، عن كمية السوائل الراشحة، قديش معدل الرشح الفلتريشن ريت من الانترستيشيوم باتجاه، عفوا، من الكابيلاريز باتجاه الانترستيشيوم. خليني أذكركم برقم تحافظينه جميعا، معدل الرشح الكبي بالكبب الكلوية، الدم بيمرق بالشعريات الكبية وبصير في رشح لكل البلازما تقريبا. معدل الرشح بالكبب الكلوية هو 120 ام ال بالدقيقة، وهذا بيعادل إذا ضربتوه ب 60 7 لتر بالساعة. الكلى عضو فعال جدا، وهذا بيوصل ل 180 لتر باليوم. هاي بس مشان حطوها ببالكم. بالنسبة للأنسجة المحيطية، الرشح من الأوعية باتجاه الانترستيشيوم ما بيتجاوز 5 ml أو أكثر مثلا بالدقيقة، حوالي عدة مليمترات بالدقيقة. وسطيا 300 ل 400 ml بالساعة، وباليوم كله 8 لتر. لو جمعنا السوائل الراشحة بكامل الجسم بالأنسجة الخلالية ما تتجاوز 8 لتر، فلاحظوا قديش الفرق بين هدول وبين الكلية لحالها. هلا في حالات معينة لو انه سربنا سوائل بكمية كبيرة، ايزوتونيك فلويد، والبريشر ارتفع كثير بالانترافاسكولار وزاد الفوليوم، ممكن مثلا عم نعطي 50 ام ال بالدقيقة، يعني 3 لتر بالساعة، 50 ضرب 60 3 لتر بالساعة. فبهالحالة ممكن الرشح يوصل ل 25 او 30 ام ال بالدقيقة بهالحالات الاستثنائية، وبالتالي اعطاء البولس بسرعات كبيره ربما ما هو محبذ لهي بسبب هي النظريه، او ربما بسبب هي الحقيقه. فكره ثانيه، انه انا في عندي في مثل شغله بنسميها البري كابيلاري سفنكترز، معصرات او بوابات بتشتغل على الكابيلاريز بالطرف الشرياني فقط، ما موجوده بالطرف الوريدي. هذا الطرف الشرياني الشعريات تفرعت جمعت ساوي الطرف الوريدي. بالطرف الوريدي ما في عندي هي الصمامات. هي الصمامات دورها مهم بالمحافظة على الرشح الكبي او الرشح، عفوا، الكابيلاري الشعري بمستوى ثابت ومحدد. لما بيرتفع الضغط بدوران جهازي ما بينعكس هذا الشيء على الشعريات، هي المعصرات بتتقبض، او بالعكس لما بنخفض الضغط هي بتتوسع. فهذا بسموه هو نفسه الاوتو ريجوليشن، اللي هو التنظيم الذاتي، تبدلات الضغط إضافة إلى إصدار إفراز العناصر الكيماوية مثل الهستامين والبوتاسيوم والاي تي بي وغيرها. هي كلها بتعمل كموسعات أو مقبضات، فهذه السفنكترز إما بتفتح أو بتسكر، وبالتالي الرشح ما بيتأثر بتبدلات الضغط الجهازي. مريض ارتفاع الضغط حتى لو إجى ضغطه 220، السفنكتر ما دام شغالة يفترض ما يصير عنده وزمات بالطرفين المحيطيين. بالأطراف المحيطية مرضى الضغط ما بيصير عندهم وزمات، بينما بالطرف الوريدي بما انه هذه الصمامات غائبه، ارتفاع الضغط بالجزء الوريدي سواء بزياده الحجم، سواء بسبب كلوي مثلا، قصور كليه او قصور قلب، هذا الشيء بينعكس على الشعريات، وبالتالي يصير في رشح زياده من الشعريات، وبالتالي بتتشكل الوزمات. فغياب غياب السفنكترز بهذا الطرف يفسر ربما حدوث الوزمات بمرضى الفرط الحمل الدوراني. هذه السفنكترز هي مسؤولة عن إنه ما بيعود في عندي كابيلاري فلتريشن، بتوقف كله لما بصير في عندي هبوط الضغط. مرضى الصدمات، صدمات الهايبوفوليميا مثلا، بيكون في عندهم شحوب بالأطراف، بيكون في عندهم برودة بالأطراف، سبب إنه هاي السفنكتر كلها سكرت مشان تمنع الرشح، وبالتالي تحفظ الحجم داخل الأوعية ليروح للأعضاء الحيوية. فهذا الشيء بيصير بالعضلات وبالأنسجة الشحمية، ربما بالجلد. وهذا الشيء اللي بيفسر علامة الطية الجلدية، اللي هي إنه تتني بتقرص الجلد، ما بيحافظ على، يعني بتحافظ الثنية الجلدية، بتحافظ على حالها بشكل، على نفسها لفترة طويلة. هلا حاولوا يعملوا تكميم لهذا المعيار، وإن كان هو كثير سبجكتيف حقيقة، يعني ثوانيتين وثلاثة وخمسة. الفكرة الأساسية هي إنه لما بصير في عندي نقص بالحجم، ما بيعود في عندي برشح للانترسيشوم، ربما بيصير في عندي نقص بالسائل بالانترسيشوم وتجفاف في النسيج الخلالي.
فخلينا نحكي عن انترستيشن. انترستيشن ما هو شيء، ما هو فراغ بين الأوعية وبين الكابيلاريز، هو عبارة عن نسيج. هذا النسيج متشكل في خلايا إضافة إلى أنه العناصر، أهم العناصر الكولاجين اللي هو تايب 1 وتايب 3 وتايب 4 هي الإلاستين. في عندي جلايكوز أمينو جلايكان اللي هي جزيئات بروتينية. في عندي الميوكو بوليساكارايدز اللي هي البروتينات السكرية. في عندي الهيالورونات والبروتوغليكانز، هي كلها بسموها جلايكوز امينو جلايكان. اضافه الى في عندي بحيرات من السائل الخلالي تتجمع بالشكل بحيرات بين هي العناصر. وبالتالي ان هي المنطقه اللي هي بين الكابيلاري وبين الليمف فيزل ما هي كلها سائل. في عندي كولاجين، في عندي جلايكوز امينو جلايكان، وفي عندي بحيرات من السائل الخلالي تتجمع بشكل شبكه. فربما هذا الشكل يوضحها أكثر، هذه الكولاجين وهذه البحيرات السوائل اللي هي متجمعة تبع جوا الانترستيشيوم. لو طلعنا بالحالة الطبيعية، هذه الفايبروبلاست اللي هي نفسها سي دي 34 بوزيتيف. هذه الفايبروبلاست بترتبط بالكولاجين وبتساوي ضغط سلبي، بتمنع بتشكل ضغط سلبي بهي المنطقة حوالي ماينس، مثلا ماينس 1 أظن. هذا الضغط السلبي هو اللي بيسهل حركة السوائل باتجاه الانترستيشيوم. لما بتتخرب الروابط بسبب العناصر الالتهابية اللي بتتشكل بالسبسيس أو بالانفلاميشن، بتتخرب هي الروابط بين الفايبروبلاست والكولاجين، وبيزيد الضغط السلبي بهي المنطقة، بتحول من ماينس 1 لحتى ماينس 100 ممكن. فهون هذا الضغط السلبي بيساهم بحركة السوائل باتجاه الانترستيشن، بيسهل حدوث الوذمات حتى قبل حدوث التوسع زيادة النفوذية. فالانترستيشن ينظر له على انه تراي فيزيك، في عنده ثلاث اطوار او ثلاث اجزاء، الفري فلويد، فري فلوينج فلويد وذ البومين، هذه الفلويد اللي هي جوه الانترستيشن بالالبومين بيكون متجمع فيها. في عندي مثل جلايكوز امينو جلايكان اللي هو الجيل فيز اللي هو بشكل سائل بقوامه مثل الجيل، وفي الكولاجين بيز ماتريكس اللي هو بيحصل كل العناصر الثانيه. هلا الالبومين بتجمع حوالي 50 ل 60% من الالبومين بتكون موجود بالاكسترا فاسكولار كومبارتمنت بتركيز حوالي 1 ل 1.5 جرام باللتر. في عندي حوالي 10 جرامات من الألبومين دائما بتطلع من الكابيلاري باتجاه الانترستيشن وبتروح على اللمفاويات. فالألبومين تقريبا، الألبومين الموجود بالجسم بيكون نصه داخل الأوعية ونصه بالانترستيشن بالخلال. تركيزه بالخلال بيكون أقل لأنه كمية السائل الخلالي مثل ما تتذكروا 9 لتر مقابل كمية السائل الانترافاسكولار فوليوم هي 3 لتر. 3 لتر، فكمية الألبومين مقسومة بالنصف بين هون وهون، بس تركيزه أقل بالإنترستيشوم لأنه كمية السائل أكثر. لكن بسبب أنه جلايكوز أمينو جلايكين والكولاجين ما بيحتووا ألبومين، فحوالي وبشكله تقريبا 25 50% من الانترستيشن فوليوم هذول الاجزاء، الالبومين بيتجمع فقط بالسائل، وبالتالي تركيزه او الافكتيف كونسنتريشن بيكون حوالي 2 ل 3 جرام بالديسيلتر. وبالتالي الفرق بين الانترستيشن كونسنتريشن تبع الانكوتيك بريشر مع الانترافاسكولر ما هو كبير ابدا. وحكينا انه الانترستيشن انكوتيك بريشر ما له دور كبير بحركه السوائل. مرة ثانية، هذا هو الفلتريشن باتجاه واحد من الانترافاسكولار باتجاه الليمفاتكس، وهذه العناصر اللي بتمر عليها. لاحظوا انه انا هون الجلايكوز امينو جلايكين مرتبط مع الصوديوم. الصوديوم هون الموجود بهي المنطقة هو بسموه نون اكسشينجبل، ما له علاقة بالصوديوم الموجود بالانترافاسكولار ولا بالانترستيشن حتى. هذا الصوديوم هذا ممكن يعتبر مخزن للصوديوم الزائد إذا المريض تناول كمية كبيرة من الصوديوم، مو كله بينطرح أو كله بيتجمع بالدوران. ربما في مخزن للصوديوم لما بيرتبط مع الجلايكوز أمينوغليكان بيسموه نون اكسشينجبل. هلا الصوديوم المرتبط بالجلايكوز أمينوغليكان بيساهم بالأوزموتيك بريشر بهي المنطقة وبيسهل الفلتريشن. الكولاجين ماتريكس بيعاكس بسبب انه هيدروستاتيك، بيعاكس الهيدروستاتيك بريشر وبيمنع الفلتريشن. هذول القوى المتعاكسة.
فكرة جديدة إنه في عندي أنا 3 أنواع من الكابيلاريز بالجسم. في عندي الشعريات أو الأوعية الكونتينيوس، الخلايا البيطانية بيكون مرتبطة ببعضها أو بيكون كثير لصيقة ببعضها. في عندي الخلايا الفينستريتد المثقبة، بتكون الخلايا الإندوثيليا بتكون مثقبة، بالتالي بتسمح بحركة أكبر للمنحلات الأوزمولايز. وفي عندي السينوسويد اللي بيكون في عندي فراغات كبيره بين الخلايا مثل اشباه جيوب بيسموها، وبالتالي ما في اسهل من حركه البروتينات والجزيئات الكبيره بين هذه الفراغات. اظن شرحت هذا الكلام، راح ارجع اعيد السلايد. فكره هامه انه الغازات والجزيئات المنحله بالدسم تعبر من خلال الاندوثيليال سيل وما بحاجه لاي نواقل او ثقوب او مستقبلات. هذه الكونتينيوس، هذه الفينستريتد، وهذه الساينوسويدال اللي هي الاشباه جيو. هلا هذه الكونتينيوس بتتواجد بالانسجه الشحميه بالعضلات بالجهاز العصبي المركزي. كونها كونتينيوس اضافه لانه الجهاز العصبي له ميزه هامه انه بتساهم بالحاجز الوعائي الدموي الدماغي البلود برين بارير اللي بيمنع مرور الجزيئات الا بنواقل خاصه. وهنحكي عن هيك بموضوع لما نحكي عن الوزمه الدماغيه. هدول الفينستريتد بيسهلوا حركة السوائل بشكل أكبر، موجودين أساسا بالكلية، ربما بالغدد اللمفاوية إضافة للذغابات المعوية عشان يساهموا بامتصاص كمية أكبر من السوائل. بينما بالكبد وبالبون مارو حقيقة وبالطحال بيكون الساينوسويد اللي هي أشباه الجيوب. ليش هي بتكون موجودة أصلا بهي الأعضاء؟ بنقي العظام بتساهم بحركة الخلايا، الكريات الحمراء، الكريات البيضاء، وإلا ما كان في إذا تشكلت الخلايا بالبون مارو كيف بدها تنتقل للدوران؟ إضافة إنه بالكبد حركة البروتينات، لما البروتينات بتصنع بالكبد لازم تطلع من الساينوسويد هذه. هذا الشيء والحركة معاكسة طبعا، يعني كمان بالكبد البروتينات تعبر بالتجربة الطرفين. هذا الشيء ربما بيذكرنا طبعا بيذكرنا انه بهدول الاعضاء الليفر والبون مارو حوالي 25% من الكارديك اوتبوت بيعبروا منهم بشكل لحظي بكل دقيقة. ال 25% من الكارديك اوتبوت عم يعبروا من هدول الاعضاء، وبالتالي لما بنحكي انه نعطي البومين مشان نعوض نقص البروتينات بالجسم، حقيقة عم نضحك على حالنا، لأنه هذا الألبومين الموجود اللي حيكون حتعطيه أنت بالإنترافاس وحتعوض حجم هذول المرضى، حيهرب بسرعة، حيهرب. فبالتالي ما في ألبومين بيقعد داخل الدوران. هي الفكرة أنه الألبومين بيتم داخل الدوران، هي فكرة مو صحيحة، وهنستعرض ربما بالمحاضرات القادمة. أتمنى أن يكون غطيت جزء جديد من الموضوع. بتابع معكم بالمحاضرات القادمة. السلام عليكم.